السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. بالعلم وحده ترقى الأمم، ومن أراد أن يصبح رقما مهما في معادلة المستقبل فعليه بالعلم. والتعليم في مصر قد أصابه ما أصابه، لكن الدولة عازمة على اقتحام هذا الملف وبكل قوة، لنصبح في مصاف الدول المتقدمة علميا بإذن الله. عن تطوير منظومة التعليم في مصر يحدثنا السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، يسعدني ويشرفني يا فندم بالنيابة عن زملائي في وزارة التربية والتعليم وعن كل أسرة التربية والتعليم أن نقدم لحضرتك والمصر الحلم اللي انتظرناه طويلا، اللي هو نظام التعليم المصري الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله بعد 3 أيام بالضبط يوم السبت 22/9. حضرتك شرفتنا بإطلاقه في مؤتمر الشباب يوم 28/7، طبعا في زمن الحقيقة قياسي. بشكر عليه الوزارة بأكملها وكافة مؤسسات الدولة الحقيقة أساعدتنا. احنا بنطلق ما نسميه الحلم القومي اللي تحدثنا عنه السنوات اللي فاتت. هيدخلوا 2.5 مليون طالب في رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي يوم السبت بإذن الله. ده مشروع لبناء الجيل المصري مختلف تماما، يتخرج إن شاء الله سنة 2030، مخطط أنه يكون مواصفاته ومهاراته كما جاء في رؤية مصر التنمية المستدامة بالضبط. عشان نعمل ده احنا عملنا حددنا المهارات اللي عاوزينها، وعملنا إطار مناهج مصري لأول مرة بمناهج تكاملية، وعملنا كتب جديدة وألفنا المناهج وطبعناها ودربنا المعلمين واخترنا طرق تدريس تفاعلية جديدة جدا، وقعدنا فرش الفصول في الجمهورية كلها بحيث نبقى جاهزين يوم 22/9 السنة دي، مش السنة الجاية ولا اللي بعدها. في نفس الوقت بنحاول نحسن أو نرمم النظام الموجود، وده هنشتغل عليه. أساس التغيير أو الترميم
محاولة جادة لنقل ولادنا من ثقافة الحفظ والتلقين اللي تعودوا عليها سنين طويلة إلى فكرة الفهم والتعلم الحقيقي والحصول على شهادات تعكس هذا الفهم. عشان كده بنغير أو بنحاول نغير نظام التقييم في المرحلة الثانوية، وعملنا محتوى رقمي ساري جدا، وبنشتغل على الأرض في مدارس الحكومة في أرجاء الجمهورية، بنوصل شبكات وبنطور الفصول وبنعمل صيانة المدارس، وهنفتتح النهاردة إن شاء الله 7 من هذه المدارس، ونأكد للناس كلها أنه مصر في طريقها إلى شيء أفضل إن شاء الله. زي ما اتفقنا احنا بنعمل حاجتين، بنبني للمستقبل عن طريق نظام التعليم الجديد، وبنحسن الحاضر. الأربع حاجات اللي اتكلمنا عنهم من شهر ونص تقريبا هنقدمهم لحضراتكم النهاردة. نظام التعليم الجديد هيبدأ زي ما اتفقنا يوم 22/9. نظام التعليم المعدل في المرحلة الثانوية هيبدأ هذا العام، وهقول لكم وصلنا فيه لإيه بالظبط. المدارس اليابانية هتفتتح إن شاء الله يوم السبت زيها زي المدارس الحكومية في 19 محافظة. وكمان اللي ما اتكلمناش عنه كتير، إن احنا في التعليم الفني بنعمل تعليم فني جديد تماما بمدارس اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هنفتتح واحدة فيهم النهاردة بشراكة مع القطاع الخاص ومع جهات اعتماد أجنبية، زي بالظبط في الصحة الشراكة مع الأورمان في المستشفيات، نفس النموذج بالظبط. فهستعرض مع حضراتكم احنا فين. اعتقد ان مصر النهاردة يوم جميل بالنسبة لها، ان احنا بنشهد ثورة حقيقية في التاريخ الحديث لمصر. يعود الفضل الأكبر فيها للسيد الرئيس اللي أطلق المشروع ده وآمن بيه وشجعنا من أوله لحد النهاردة. جميع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد في رياض الأطفال وأولى ابتدائي جاهزة للبدء بإذن الله، وهيلتحق بها زي ما قلنا 2.5 مليون من أطفالنا والأجيال اللي وراهم كلها. جميع المناهج تم تأليفها، والكتب طلعت من المطابع وابتدت تبقى في مخازن المديريات. كل معلم هيبقى في ايده دليل معلم، وده شيء جديد في تدريس التعليم المصري. دليل المعلم بتاع رياض الأطفال بتاع الترم الأولاني فقط حجمه 600 صفحة. دليل المعلم هو اللي فيه فلسفة التغيير كله، وهو اللي بيشرح للمعلم يعمل ايه كل دقيقة في الفصل، وازاي هيشرك الولاد معاه، لانه تعليم نشط مختلف زي بالظبط اللي بيتعمل في اليابان وفي سنغافورة وفنلندا والدول اللي سبقتنا. دربنا الموجة الأولى من المعلمين لاستعداد لهذا، 128,000 معلم. وقعدنا فرش الفصول في جميع مدارس الابتدائي علشان تتوافق مع استراتيجيات التعليم النشط، فبنقعدهم في شكل مجموعات مش في شكل تلقيني. وموضوع الكتب الخارجية الحقيقة موضوع معقد. احنا اوقفنا الترخيص للكتب الخارجية في النظام الجديد، يعني لازال في كتب خارجية بتاع التانية ابتدائي واحنا طالعين، بس النظام اللي بنبنيه من جديد ده الكتب الخارجية خطر شديد عليه. ليه خطر شديد؟ لأنها الكتب الخارجية بتعلم الولاد مسائل وحلولها، وده بالظبط الفلسفة القديمة اللي احنا بنحاول نتفاداها. فعشان كده بنحاول نبعد عن هذا الموضوع، غير ان مستوى كتب الحكومة اللي هتشوفوه ان شاء الله يوم السبت بقى مستوى مختلف تماما عما سبق، وما فيش اي احتياج لموضوع الكتب الخارجية. المدارس المصرية اللي احنا بنحاول نطبق عليها النظام ده مزيج من حاجات كتير، يعني الإرث القديم كان مطلع مدارس أشكال والوان، يعني مدارس لغات ومدارس خاصة ومدارس حكومة ومدارس دولية ومدارس قومية ومعاهد أزهرية. الأرضية فيها حاجات كتيرة جدا، فاحنا بنحاول نعالج هنطبق النظام على كافة المدارس اللي بتدي شهادة مصرية. في مدارس بتاخدها بلغة أجنبية وفي مدارس باللغة العربية. الهدف من ده كله الارتفاع بمستوى التعليم الحكومي المصري المجاني اللي هو 86% من هذه الخريطة كما جاء في الدستور بالظبط، توفير تعليم بجودة عالية بمعايير عالمية، وده اللي احنا عاوزين نقدمه. فالهدف هو تحسين الخدمة للمواطن المصري، أفقر مواطن لازم ياخد خدمة أفضل.
التعليم الجديد مواصفاته ان احنا بنحاول نخرج طالب مبدع ومبتكر زي ما كلنا بنحلم، مستمر في التعليم طول حياته ولا يعتبر ان الشهادة هي نهاية فترة التعليم، عنده قدرة تنافسية حقيقية، بيتكلم على ريادة الأعمال، قائد بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يفكر وياخد قرار. دي شخصية مختلفة، بنتكلم على بناء الشخصية مش على المعارف نفسها. هنا عشان كده اضطرينا نغير الفلسفة كلها، وطبعا ده محتاج معلم مدرب زي ما معالي الدكتورة هالة كانت بتتكلم على العنصر البشري. العنصر البشري عندنا المعلم، بنحاول ندربه على الأساليب التربوية الحديثة وازاي يتعامل مع الطفل يخرج منه المخرج ده. زي ما اتفقنا ده هيبتدي في الصفوف الاولى اللي لازم نبتديه من الاول، وهينتهي اول دفعه بتاعت اولى ابتدائي يتخرج 2030. الكتب اللي هياخدوها، عشان انا قلت هو اطار مناهج جديد، لانه في حاجه اسمها المنهج التكاملي او الباقه المجمعه. بدل ما زمان كنا بندخل حصه علوم وحساب وتاريخ وجغرافيا، المواد دي اتضفرت مع بعض في مادة واحدة متعددة التخصصات محورية اسمها الباقة، وجنبيها كتاب لغة انجليزية. دي اول مرة في مصر ندرس لغة انجليزية من رياض الاطفال من KG1 لجميع طلاب مصر، ولغة عربية ودين. كل الكتب دي جديدة معمولة مع بعض بحيث كلها متناسقة، كلها سلسلة واحدة مبنية حوالين محاور. الباقة دي بتتكلم مش متقسمة علوم، متقسمة بنقول للطفل الأول من أكون، أنا مين، بلدي إيه، أهلي شكلهم إيه، تاريخي إيه، الهوية والانتماء والشخصية في المحور ده. المحور ده ماشي بالعرض في الباقة وفي كتاب العربي وفي كتاب الدين، هو بيطلع من حصة لحصة بيتكلم في نفس الموضوع. وبعدين بعد كده بنعرفه العالم اللي حواليه ودرجة الاختلاف، دنيا فيها إيه، جغرافيا، وبعدين كيف يعمل العالم، هنا بقى العلوم والرياضيات والمعارف، وبعدين التواصل مع العالم وازاي نحترم التنوع ونحترم الآخر ونتفهمه. فالمواد كلها متضفرة حوالين المحاور دي، وده اللي اديناه للمؤلفين وبنينا عليه النظام كله. الكلام ده يعني الشكر فيه لمركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، اللي حقيقة تطور مذهل خلال سنة بالتعاون مع عشان نجيب معايير عالمية، كان لازم نراجع اللي عملناه مع ناس في دول تانية، فاشتغلوا معنا مؤسسات كبيرة زي Discovery Education اللي بتحط المناهج في أمريكا أو بريتانيكا أو كامبريدج أو يورك بريس، وفي مؤسسات مصرية زي نهضة مصر وخلافها، راجعوا معنا المناهج وأساتذة من كليات التربية. الفصول اتغير شكلها. احنا هيئة الأبنية التعليمية مشكورة، نجيب اللي بعده لو سمحت. غيرت شكل الفصول من الشكل القديم إلى شكل آخر جديد بنحطه في شكل دوائر. الولاد هتقعد في حلقات علشان كل المنهج مبني على إن هم بيشتغلوا بإيديهم، ما بيتلقنوش، هم اللي بيتعلموا بنفسهم من خلال، وده اللي حاصل في اليابان، ده اللي بيعملوه بالظبط هناك، اللي هم بيعلموهم بالأنشطة. فاحنا عملنا ده مش بس في المدارس الياباني، عملناه في مصر كلها. ده منظر الفصول المصرية الحقيقية في جميع المحافظات، غيرنا حتى فرش الفصول فاستعدادا للنظام الجديد، وبعتنا للمديريات طبعا منظومة بقى اللوجستية دي كلها علشان نجهز الأرضية لما هو قادم إن شاء الله. فبس بعرفكم انه على الارض الارضيه كلها جاهزه لاستقبال الولاد يوم السبت باذن الله. المعلمين عملنا لهم دليل للتعلم ضخم جدا، ودربنا زي ما قلت 128 الف معلم بتوع رياض الاطفال واولى ابتدائي في الجمهوريه كلها. اتفضل حضرتك. عملنا طبعا قاعده بيانات عشان نعرف هم فين في كل مدرسه والمدربين اللي هيدربوهم وخطط التدريب التفصيلية. انا عاوز اقول التدريب ده تدريب مش اعتيادي بقى، تغيير العنصر البشري هيتطلب ان احنا هندرب المعلمين على مدار سنة. احنا ابتدينا باول موجة اللي هي 4 ايام عملناها على 128 الف، بعد كده هيتعلموا على حاجة اونلاين وهم في الفصل ونساعدهم على الارض، وبعدين هيتجمعوا تاني في مواعيد بقى للتجمع في اكتوبر وفي نوفمبر لحد نوفمبر 19. فاحنا دي رحله بدات
استعدادا للعام الدراسي وهتستمر معانا طول السنه. اتفضل يا فندم. احنا هنا الفئات المستهدفه زي ما قلنا معلمين رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، وفي تدريب خاص لتانية وتالتة ورابعة ابتدائي على القرائيه، فاحنا مهتمين جدا بالصفوف الاولى بالبناء في الاول. استهدفنا انواع كتير من المدارس، يعني اللوجيستكس بتاع الموضوع معقده جدا، لان احنا عندنا مدارس حكوميه وبعدين قوميه ويابانيه ومدارس خاصه عربي ومدارس رسميه لغات ومعاهد ازهريه ومدارس تابعة للكنيسه. كل المجموعات دي خدنا منهم المدرسين اللي هيدرسوا الصفوف الاولى وعملنا التدريب ده كله وشغالين عليه طول الوقت. بنختار ماستر ترينرز خبراء بيجوا من معانا، ناس اجانب كمان كتير بيدربوا المدربين المعتمدين المصريين حوالي 6500، دول اللي انطلقوا في المحافظات ودربوا زمايلهم ال 128,000. التدريب على موضوعات غير بعض، في ناس اتدربت على الباقه المحوريه اللي كنت بتكلم عليها دي، موجوده بلغتين، ففي تدريب للباقه بالعربي او لو كانت بالانجليزي للمدارس اللغات، وفي تدريب لكتب اللغه الانجليزيه وتدريب لتدريس اللغه العربيه، لان كل دي مواد جديده. الصوره دي بس فيها ارقام كتير، انا كنت عاوز اقول منها معلومه واحده، نسبه الحضور في التدريب المعلمين كانت تفوق ال 95%. يعني معلمين مصر الحقيقه استجابوا استجابه اكثر مما توقعنا اهتماما منهم بالجديد، والاقبال بتاع المعلمين في التاريخ على تدريس رياض الاطفال واولى ابتدائي كان قليل جدا، لان هم كانوا يفضلوا يدرسوا السنوات الثانوي اللي فيها يعني مصادر دخل مختلف. احنا انهينا هذا التدريب لاعداد كتير زي ما قلنا. نروح للي بعده. يعني دي مجموعه صور بس بحسسكم بالجو العام في التدريب. اتفضل يا فندم نقلب هنا بس عشان نبقى مع بعض في الصوره، واحنا بنبني المستقبل وبنحسن الحاضر. الحقيقه الوزاره بتشتغل 24 ساعه في 5 محاور. بناء المواد التعليميه الجديده الحقيقه كان اعجاز في الزمن ده، ان احنا نبني حاجه بالحجم ده في الزمن ده وتطبع وتبقى جاهزه على الارض ل 2.5 مليون من ولادنا في التاريخ ده. فبناء ده بيعمله مركز قومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية. بالتوازي تدريب المعلمين بيعملوه جهات كتيرة جدا، الأكاديمية المهنية للمعلمين مع منظمة اليونيسيف مع اليو اس اي اي دي مع ديسكفري مع ايماجين، كل دول شغالين معنا تدريب المعلمين. 90% دول الشطار اللي جم يدخلوا المدرسة دي. فاخترنا من ال 1144 اللي عدوا الامتحانات كلها بمنتهى الشفافية، والمعلمين نفس الشيء، اتقدم لنا 150 خدنا 20 بس اللي نجحوا في الاختبارات. فاحنا شرفنا يا فندم في وجود حضرتك نستعرض عدد من هذه المدارس في محافظة المنوفية اللي بتستضيفنا. نفتتح يعني المدرسة المصرية اليابانية اللي هنا في شبين الكوم، والمصرية اليابانية في أويسنا، ومدرسة العربي اللي كنت بتكلم عليها، وبعدين هنروح الجيزة فيها مدرسة يابانية الكبرى اللي هي في حدائق أكتوبر، وفي اسكندرية في مدرسة يابانية في برج العرب طبعا جنب الجامعة المصرية اليابانية، وفي محافظة الشرقية في المدرسة المصرية اليابانية في العاشر من رمضان، وبعدين المتفوقين في الإسماعيلية. مدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم مساحة الموقع تقريبا قد مساحة مدرسة العربي، دي بالذات أصغر من الباقيين، دي فيها 11 فصل وفيها مبنى رئيسي واحد في الفصول الدراسية والفراغات، وتسليمها تسلمت في أكتوبر 17 وكلفت حوالي 15 مليون جنيه. دي الإسقاطات بتاعتها وشكل التجهيزات الحالية. المدارس الياباني بيبقى فيها معامل واكتر كتير من المتوفره في المدارس الحكوميه. اليابانيه في اويسنا دي اكبر، دي ضعف المساحه، دي فيها 22 فصل وطبعا اتكلفت ضعف التكلفه بالظبط اللي هي 30 مليون. مبنيه بالتصميمات المتفق عليها مع الجايكا في اليابان. اتفضل يا فندم. ودي نفس المدرسه بالتجهيزات بتاعتها، كلهم فيهم ملاعب كاملة وفيهم معامل، والفصول بتاعت رياض الأطفال فيها الفرش متوزع كده، وفيها غرف موسيقى وفيها مطبخ زي في اليابان عشان يطبخوا ويقدموا الأكل نفسهم وحاجات كده.
مدرسة العربي بقى، أنا بس عاوز حضراتكم تشوفوا مستوى هذه المدرسة مبنية على المساحة دي، فيها 18 فصل ثانوي صناعي هتبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله. على فكرة الموضوع ده مش مع العربي بس، احنا عملنا نفس النموذج ده مع مجموعة السويدي، مع أحمد السويدي، وعملناه مع مجموعة طلعت مصطفى في تخصصات غير بعض، وفي يعني خطة طموحة جدا نعمل 65 مدرسة السنة دي. فده مشروع جميل جدا هيغير وجه التعليم الفني في مصر. فمدرسة العربي مجهزة تجهيز عالي بقى، يعني فيها كمبيوترز وفيها معامل لأنها بتدرس حاجة مودرن جدا. اتفضل. فيها مكتبة إلكترونية والولاد بتعيش فيها، فيها مبنى داخلي كمان الولاد بتعيش اللي جاية من بره، وفيها مبنى إداري، فالتجهيزات باينة كده في الصور. اتفضل. المدرسة اليابانية اللي في أكتوبر دي أكبرهم، دي 42 فصل، وعشان كده فيها 1320 طالب في كي جي 1 وأولى ابتدائي، عدد كبير، ولسه هيكبر عن كده لما نطلع من سنة لسنة نشغل كل الفصول. دي كلفت 34 مليون، ومساحتها أكبر كتير وفيها تجهيزات أكتر كتير، كلها جاهزة لاستقبال الولاد الأسبوع الجاي. المدرسة اللي في برج العرب 14 فصل، كان في المجموعة الأولانية يا فندم مساحات مش هنكررها في المجموعة التانية، يعني عدد الفصول اللي هو يقل عن 22 مش هنكرره بقى بعد كده، لأن ده هيحدنا الولاد هيقعدوا فيها لحد سن كام، فيا إما نعمل توسعات هنا بس في الجديد هنعلو عن 22 كحد أدنى يعني في المساحات. ولكن المدرسة جميلة جدا اللي في برج العرب وجنب الجامعة اليابانية. دي نفس المدرسة والتجهيزات بتاعتها، دي نفس الأحواض اللي معمولة في اليابان بالظبط، اللي واطية على قد الأطفال وبيحط لهم بيعلقوا لهم الصابونة فيها، بنقلدهم يعني بالظبط في كل خطوة. اتفضل يا فندم. دي في العاشر من رمضان، دي 22 فصل اللي هو المقاس المتوسط المدارس الياباني. زي ما حضراتكم شايفين هم مبنيين برسمة معينة وبألوان معينة وبتجهيزات معينة، كلهم شبه بعض وكل المدرسين هم خدوا نفس التدريب، فدي يعني مدارس ليها طبيعة خاصة. شايفين مساحات المتاحة للملاعب، ولسه دي قبل التشغيل، يعني أول ما تشتغل هنكمل أي حاجة ناقصة فيها، إنما هي جاهزة لاستقبال الطلاب. مدرسة المتفوقين دول مدارس عليها إقبال كتير الحقيقة، ودي اللي بيدخلوا فيها كلهم جايبين في الإعدادية بين 98% و100% في العلوم والرياضيات، يعني دول ولاد شاطرين جدا في العلوم والرياضيات وبيدرسوا مناهج متفردة في المدارس دي. فدي المدرسة هتفتح في الإسماعيلية إن شاء الله، ده فيها مبنى إقامة ومبنى تعليمي لأنها داخلي، مدارس متفوقين داخلي، فتكلفة الطلاب فيها عالية وتكلفة التجهيزات بتاعتها غالية. فده الوضع الحالي، ونترقبه إن شاء الله يوم السبت الجاي، ويشرفنا لو حضرتك تسمح لنا إن نروح لهم بالفيديو يعني. المدرسة الأولى اللي هي مدرسة الإسماعيلية الثانوية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، معانا محافظ الإسماعيلية السيد حمدي عثمان والمهندس محمد عبده صقر مدير عام الأبنية التعليمية في الإسماعيلية. اتفضل. المدرسة الثانية اللي هي مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في أويسنا، افتتحها السيد علاء محمد يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، مع المهندسة وفاء صبحي مدير عام الأبنية في المنوفية. اتفضل.
بعد كده المدرسه المصريه اليابانيه في حدائق اكتوبر، يبقى معانا يفتتحها السيد احمد راشد محافظ الجيزه، ومعاه اللواء احمد جابر احمد المشرف على المشروع. بعد كده المدرسة المصرية اليابانية اللي هي برج العرب، معانا محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة لافتتاحها، ومعاه الرائد رامز عصام أبو الفتوح المشرف على المشروع. بعد كده هنروح المدرسة المصرية اليابانية اللي في أويسنا، يفتتحها المهندسة هالة شندي مدير عام بالأبنية التعليمية، ومعها الملازم أول صلاح الدين رضا المشرف على المشروع. بعدين المدرسة المصرية اليابانية في العاشر من رمضان افتتحها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع ملازم أول أحمد عثمان محمد المشرف على المشروع. أعتقد دي افتتاح المدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم، جنبنا معانا الدكتور أيمن عبد المنعم مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، ومعاه الملازم أول أحمد جمال دسوقي المشرف على المشروع. يعني انا بس عاوز اقول في الاخر في انجاز الحقيقه على الارض ضخم جدا. لو ورينا لحضراتكم عدد المدارس الجديده اللي هتفتح المدارس الياباني، حجم التجهيزات، حجم الكتب، الكتب اللي التريلات شايلها دلوقتي في الطرق حوالي 10 مليون كتاب لنظام التعليم بتسابق الزمن عشان توصل قبل يوم السبت. ف
فنتمنى ان المشروع ده ان الـ يعني المستقبل القريب يحمل لاولادنا اخبار سعيده جدا، وان شاء الله نفرح بيهم كلنا. عاوز برضه اقول ان فضيله الامام الاكبر الشيخ احمد طيب قعد معايا من يومين وقرر انه الازهر الشريف هيمشي معانا بالنظام الجديد وبنظام التقييم بتاع ثانوي خطوه بخطوه، وهندرب معلمي الازهر وهنشترك معاهم في الشبكات وفي الاماكن وفي المعلمين، ونسلك نفس الطريق مع بعض بدءا من يوم السبت الجاي ان شاء الله. شكرا يا فندم. انا اللي بشكرك دكتور طارق، واسمح لي ان انا بس في بدايه يعني بدايه التجربه او بدايه المشروع القومي اللي احنا شغالين فيه ده، الدولة بتحاول تعمل اللي عليها، لكن الموضوع ده نجاحه مرتبط بان احنا كمجتمع، ويمكن ده اللي قاله الدكتور طارق كذا مرة واحنا وهو بيعرض العرض بتاعه، مش بس المرة دي، في المرات اللي فاتت كلها، حتى في مؤتمر الشباب اللي فات. المشروع ده والاجراءات اللي احنا بنعملها، احنا حاولنا ما امكن ان احنا ناخد باسباب العلم والتخطيط والتنظيم والتنفيذ الجيد عشان فعلا يعني نعمل إصلاح حقيقي للتعليم في مصر. لكن جزء كبير من الموضوع مرتبط بينا احنا كمجتمع، وانا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت واسمحوا لي ان انا بكرره معاكم تاني. ساعدونا في ان احنا ننجح المشروع ده، لأن هو بفضل الله سبحانه وتعالى لو احنا تمكنا من تنفيذه ما أمكن، ده هينقل مصر وهينقل التعليم في مصر إلى آفاق تانية خالص. الموضوع مش وليد دراسة شهر أو اتنين أو سنة أو اتنين، ولا يا دكتور طارق؟ بالظبط. ده يعني جهد كبير جدا بقالنا تقريبا 5 سنين فيه، 5 سنين فيه، وده اللي خرج او ده المخرجات بتاعت هذا الجهد. لكن من غير دعم الناس وايمانهم بالتجربه وايمانهم بالمشروع ومعاونتهم لينا، هيبقى تبقى المهمه صعبه. الثقه في المشروع، الثقه في البرنامج، احنا خدنا زي ما بقول كده بكل اساليب العلم في التخطيط والتنظيم والتأهيل والإعداد بشكل غير مسبوق. ومش هنقول إن احنا بنجرب في ولادنا، لا لا، إنما احنا عشان ننجح في الموضوع ده، يا ترى السادة المحافظين اللي كانوا موجودين معانا في الافتتاحات ديت ونواب البرلمان والأسر اللي موجودة، يا ترى هتزور المدارس دي؟ يا ترى هتزورها وتبقى موجودة مع التجربة أو البرنامج عشان نشجع وندعم ونشوف، بدل ما نتكلم وإحنا بعيد؟ أنا عن نفسي هروح كتير من المدارس ديت، وهروح مش عشان حاجة، عشان أقعد وسط ولادي الصغيرين أو أحفادي بقى اللي موجودين، واشوف ودردش واخد ودي، عشان اقول للمعلم اللي انت بتهالك ان احنا مش واخدين بالنا منك ولا مش قادرين نجازيك كويس، احنا على الاقل هنيجي نشكرك يعني، وعلى الاقل هنيجي نقعد معاك وهنيجي نشجعك وندعمك. فارجو ان الكلام ده مش على قد الساده المحافظين والاسر اللي ممكن، احنا بنتكلم في حجم من المدارس مش ضخم قوي، حتى لو قلنا كل المدارس اللي موجوده في مصر، كل المدارس اللي موجوده في مصر، والكلام ده انا قلته مره قبل كده، من فضلكم اشتبكوا، تواصلوا مع العمليه اللي بتتعمل ديت عشان تاخد قوه دفع كويسه من مجتمعنا، واصبر شويه ما تنتقدش عشان ما تديش انطباع مش جيد. مش بقول لا، انزل وخش وشوف واقعد واسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان ندي قوة الدفع اللازمة لإنجاح المشروع. كلنا الوزراء اللي موجودين
كلنا المحافظين اللي موجودين، كلنا لو الدكتور علي وافقني كده، السادة النواب وكل من يتمنى أن يرى تعليما حقيقيا ينقل مصر من، احنا كلنا بنشتكي نقول احنا ليه يعني موقع يعني ليه احنا متأخرين كده. طب دينا احنا خدنا التجربة عشان نغير حالنا. فتعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض، شوف انا بقول ايه، في ايدينا في بعض عشان اللي احنا بنعمله ده يخرج بالشكل اللي احنا بنتمنى فيه. انا بشكر طبعا كل رجال الاعمال وعلى رأسهم الحاج محمود العربي في التعليم الفني، تجربة أو جهد رائع جدا جدا هم بيعملوه وإحنا معاهم فيه وبنشكرهم عليه، لأن هو فعلا بالطريقة دي إحنا هنقدر نقدم يعني تعليم فني بالتجربة، يعني هو هيبقى موجود وموجود جنب المصانع، فهيبقى يعني والاختيار بالطريقة اللي أنتم قلتوها دي بصراحة يعني رائع جدا جدا، عشان نطلع نماذج تبقى النماذج دي تبقى قدوة للآخرين في هذا الموضوع. فأنا بسمحوا لي أن أنا من خلالكم ومن خلال الجلسة دي نحن نحيي الحاج محمود العربي والمهندس إبراهيم وكل رجال الأعمال اللي هم داخلين في الموضوع دوت، وحتى الكلام اللي الدكتور طارق قاله على أن المدارس الدولية هتبقى في مشاركة مجتمعية بشكل أو بآخر. تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا عشان نقدر نغير الواقع اللي احنا موجودين فيه. الدكتور طارق اتكلم على التابلت وقال ان دي تكلفته الماليه كبيره، وده صحيح. احنا يعني فوق الالف مش كده؟ نعم فوق الالف جنيه مش كده؟ كتير. ما انا بس عشان زمايلنا او الشعب المصري يسمع ده. وبالمناسبه هو مش هينفع غير التابلت ده مش هينفع غير للباقة بس، يعني هو متصمم للعملية التعليمية اللي احنا بنعملها مش كده يا دكتور؟ بالظبط. عشان بس نقول لهم ان محدش ايه، هو مش هيستخدم غير كده وما ينفعش غير كده ومحدش هيقدر يدخل عليه غير كده، اللي هي العملية التعليمية اللي احنا بنتكلم فيها ديت. فبرضو ارجو ان احنا وقلنا في يعني ان احنا نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس انا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لاجل خاطر ابنائها ولسه هتكمل في المراحل اللي بعد كده. انا بشكرك دكتور طارق وبشكر وزارة التربية والتعليم وكل اللي خاضوا معاك الجهد الكبير قوي ده خلال الفترة اللي فاتت، وبقول لهم يمكن احنا مش قادرين نقدركم حق التقدير المطلوب، لكن أكيد المجتمع في مصر وقبل ده كله ربنا سبحانه وتعالى هيقدر كل اللي انتوا بتعملوه. أنا بقول الكلام ده مش بس حتى للقائمين على العمليات التعليمية في مصر، كل إنسان في مصر بيشتغل بإخلاص وأمانة ولا يعني يشعر بأنه هو بيقدر ويقيم التقييم المناسب، لازم تعرف أنك أنت بتقدم لمصر حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة. التعليم ده لو احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا فيه احنا هننقل بلادنا لمستوى تاني خالص، حاجة تانية خالص. فمن فضلكم يعني شوف انا بكررها كم مرة، بكررها 100 مرة والله، من فضلكم يعني ساعدونا في الأكاديمية الوطنية يا دكتور طارق اختبار لمدة 8 ساعات، لمدة 8 ساعات احنا بندخل فيه كل دلوقتي حتى طلبة الكليات العسكرية مش كده محمد؟ حتى طلبة الكليات العسكرية، حتى الأعضاء النيابة الجداد. الاختبار ده بقى اختبار يعني حتمي، فأرجو ان انتم تفكروا ان المعلمين اللي انتم عايزين تكملوا تخليهم يخشوا هذا الاختبار. هو الاختبار ب100 جنيه يا دكتور طارق، فانت تدفعهم بقى عشان ايه او ما اعرفش الاكاديميه هي ب100 جنيه، صحيح لانه حاجه عاليه جدا وبتتعرف على حاجات كتير جدا في، واحنا عايزين دايما نبقى شايفين بعضنا كويس قوي ومتاكدين من بعضنا كويس قوي.
فمرة تانية أنا بشكرك وبشكر القائمين على المشروع وبشكر المعلمين اللي هم حيساعدونا في هذا في البرنامج اللي هو الطموح جدا جدا، اللي كل الدنيا، أنا بقول لكم كلام حقيقي، كل الدنيا في العالم اللي هي تابعت معانا ومعنية بالعملية التعليمية في العالم كله بتبص على التجربة المصرية في حاجتين، في الموضوع ده وفي العملية الصحية اللي احنا شغالين فيها، وداعمين لينا بشكل كبير جدا جدا. فاحنا كمان هنكمل ده فانا بشكرك وبالتوفيق ان شاء الله، ولازم هنروح المدارس ديت. انا يعني بوعد كل ابناء او احفادي الطلبه والمدرسين القائمين هتلاقوني معاكم الساعه 6 ولا 5. قبل ما انسى، يا كامل حطوا اللوحات، مش 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 لا لا لا، حط لوحه ما تتقطعش، الطالب بعد شهر يلاقي عوامل التعريه اتعملت، اللوحه تقدم وتقع كده وبتاع، لا لا، لوحه مظبوط تتحط ما تتغيرش تاني. دي واحده. انا شايف ان انتوا عاملين المدارس اليابانيه كلها لاندسكيب كويس وكل حاجه، والمدارس الثانيه رمل وكده. صدق المدارس اليابانيه ليها بس لا 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 خصات ماليه يعني. انت عملت ايه في الطرق؟ الطرق يا فندم اللي اتفتحت يوم 9/9 اللي سيادتك شرفتها بالافتتاح، كان سيادتك ليك فيها ثلاث توجيهات حقيقه يا فندم، منهم اثنين توجيه اقتحمناهم فورا، وواحد يعني هيطول معانا شويه ولكن جاري ان شاء الله بنتعامل معاه. اول حاجه يا فندم كانت محور كوبري التعمير في اسكندريه. اتفضل دكتور طارق. اتفضل. محور كوبري التعمير في اسكندريه كان فعلا سيادتك ليك حق، كان في خطا تصميمي موجود. ده اللي انا شفته يا طارق. ده اللي انا شفته يا كامل. تمام يا فندم. ما اعرفش الباقي فيه ايه. لا يا فندم، هو بصراحه هم دول الاثنين اللي كانوا موجودين. الخطا التصميمي يا فندم ده على طول، واحنا بنتكلم هنا مع سيادتك، مجرد سيادتك وجهت زمايلي على طول اتحركوا وتابعتهم بالتليفون على طول، شلنا فن من نيوجيرسي ووسعنا للطريق علشان يبقى فيه دخول مريح ما بين الكوبري اللي نفذناه، الهيئه الانسانيه اللي نفذته، الكوبري اللي نفذته هيئه الطرق والكباري، وانتهى فنم على طول خلال 48 ساعه واتحلت المشكله تماما. وعلى طول يعني الاخبار كانوا متابعينا، وكالات الانباء كانوا متابعينا كلهم، وطلعوها حتى على طول يوم السبت اللي بعدها في جريده اخبار اليوم، ومعظم القنوات بصراحه كانوا متابعينا، كانوا شغالين معانا على طول يعني، وده على طول يوم السبت بعدها ب 48 ساعه على طول يا فندم انتهت المشكله بتاعت محور التعمير. التوجيه الثاني يا فندم كان الطريق الدايري باسكندريه، وكان طبعا لسيادتك حق. الطريق ده يا فندم كان اساسا كان طريق عباره عن حارتين اتجاهين، يعني كل اتجاه حاره واحده، وكان طريق فرعي، طريق يعني كان بيمر في منطقه غير مخططه، فالطرق الفرعيه يا فندم قالها خط تنظيم مش حرم للطريق. فخط التنظيم سيادتك في بعض الاحيان بيبقى يا دوب المباني بتركب على الطبان على طول، ولكن طبعا عشان ده بقى طريق رئيسي سيادتك طبعا لك حق، لازم كل الكلام ده يا فندم لازم يرجع تاني الى حرم طريق. احنا حصرنا يا فندم على طول، اتنقلنا وكان معانا محافظ اسكندريه، اتنقلنا عدينا يا فندم المنشآت دي، كان فيه خمس مدارس وكان فيه 30 هانجر عباره عن ورش ومخازن زي ما سيادتك شايف كده، وكان فيه تقريبا 36 عماره. الحاجات دي يا فندم في منها اللي راكب على طول على الطبان، وفي حاجات منها 4 5 متر، وفي حاجات حتى 15 متر. بصراحه يا فندم اصحاب الهناجر بمجرد ما سمعوا سيادتك بتوجه للقضاء على المشكله دي وحلها على طول، وانا كلمتهم بالتليفون في نفس اليوم، كلهم ابدوا تعاون يعني كبير جدا، والمشكله اتحلت يا فندم اعتبارا على طول من ثاني يوم ولحد امبارح بالليل بنفك، وهم بيفكوا معانا، بنفك الهناجر وعلى طول يا فندم. يمكن كلهم انا عارفهم بالاسم وكلهم ناس يعني شرفاء ومحترمين، ورفضوا حتى ان هم يتقاضوا تعويض عن المنشآت بتاعتهم، وهم هينشئوها على الحد اللي احنا هنقرره باذن الله على نفقتهم الخاصه ان شاء الله. هي تبقى مشكله العمارات والمدارس، لان طبعا دي في ناس ساكنه فيها والمدارس، وطبقا لتوجيه سيادتك ان شاء الله باذن الله احنا هنحصرهم وهيتعوضوا يا فندم برضه تعويض مناسب ونحل المشكله تماما، ويبقى الطريق طريق حر سريع. المشكله الثالثه يا فندم وهي مشكله الناس اللي كانوا بانيين بجوار الطرق اللي احنا عملناها، واللوب والرامب بتاع الطريق اللي هي الدايره بتاعت الطريق
بقى فيها بعض العمارات وبعض المنشآت. في ناس يا فندم استجابوا فعلا فورا ونفذوا، والناس الباقيين ان شاء الله يا فندم هيستجيبوا ان شاء الله باذن الله، يعني بشويه يعني تنسيق معاهم ان شاء الله باذن الله هيستجيبوا ونحل المشكله نهائيا ان شاء الله. وبنوعي سيادتك ان احنا باذن الله ده هيراعى مستقبلا باذن الله. انا بشكرك يا كامل، وبقول بس للمحافظين وللمعنيين بالمواضيع ديت، لو سمحتم ده في تعليمات ثابته لحرم الطرق، حتى لو كانت طريق طالما انها طرق خارجيه كامل مش طرق داخل مدن. تمام يا فندم. كانت 50 وبقت 100 متر وبقت 150 متر حسب، ومتهيألي دوله الرئيس مش كده يا فندم؟ فاحنا يعني اكمن الموضوع ده اتناسى. تمام. ومحدش حاسب عليه قبل كده، الناس تصورت ان ده الواقع، الواقع مش كده. تمام. الواقع ان الحرم الطريق، انتوا عاملين شقين كباري وسط العمارات يا كامل. تمام فهم. يعني انتوا شقين محاور وعاملين كباري، ابص الاقي الناس ماشيه ويا دوبك البلكونه يمكن متر من المحور. محدش يعمل كده. احنا فعلا كنا سيادتك طبعا يعني بنهتم ان احنا نسلك بس المسار بتاع الطريق علشان لا 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 لا. نمشي ونكمل عشان عشان الناس. تمام يا فندم. عشان الناس. تمام يا فندم. سيادتك بس في يعني اهالينا في اسكندريه في المنطقه اللي هي سيادتك اللي هي تعتبر منطقه خلف المطار اللي هي كان فيها الطريق اللي ماشي ده، بيقول لي فندم يعني هو بيلتمسه من سيادتك طبعا الاراضي فندم دي كلها اراضي كانت دي منطقه خارج الحيز وخارج الحيز العمراني ومنطقه غير مخططه، وهم طبعا الناس بنوا كلهم بدون ترخيص بصراحه، وهم نفسهم بيعترفوا ان هو بنوا في الفتره ما بين نهايه 2010 حتى 2014 بنوا كل المباني اللي فني بدون ترخيص. هم بيلتمسوا من سيادتك ان يعني اللجنه بتاعه تقنين اراضي الدوله او تقنين اوضاعهم وجاهزين يا فندم يدفعوا ثمن الرخص بتاعتهم وما تفرضوا عليه الدوله من اي اشتراطات او يعني امور ماديه، بحيث ان هم نخلي لهم مدعوم وما تهدش المباني بتاعتهم، لان طبعا فيها اسر 36 عماره تقريبا فيها يعني على الاقل من 120 ل 130 اسره. يعني انا ما اقدرش اقول حاجه في الموضوع ده، الحكومه تدرس مع المحافظه وكده، ما نقدرش نوعد غير لما نشوف الموضوع عامل ازاي. تمام يا فندم. شكرا يا كامل. تحت امرك. متشكرين. عن تطوير منظومة التعليم نشاهد هذا الفيلم التسجيلي. مدارس حكومية عربية، مدارس تجريبية لغات، مدارس خاصة لغات، مدارس دولية. مشروع تطوير التعليم سيتم تطبيقه على مرحلتي رياض الأطفال KG1 وKG2 والصف الأول الابتدائي. بالنسبة للمدارس الحكومية والمدارس اليابانية من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي سيتم تدريس مواد منفصلة وهي اللغات العربية والإنجليزية والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية والفنون، بالإضافة إلى كتاب واحد هو باقة متعددة التخصصات يجمع بين العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية. سيتم تدريسه في المدارس الحكومية واليابانية فقط باللغة العربية، وهو الأمر الذي تقرر بتوصية من خبراء اللغويات والذين أكدوا على أهمية تسلسل تعلم اللغة في السنوات الأولى للطالب لترسخ وتثبت لغته الأم، كما تساعد الدراسة باللغة العربية على غرس الانتماء بالوطن والحفاظ على الهوية المصرية. وفي نفس الوقت فإن منهج اللغة الإنجليزية سيتضمن نفس المصطلحات العلمية المتوفرة في الباقة متعددة التخصصات لتساعد الطالب على تحدث وقراءة وكتابة اللغتين بطلاقة. وبداية من الصف الرابع إلى السادس يقوم بتدريس المواد الدراسية المتكاملة معلم كل مادة. أما من الصف الأول الإعدادي سيتم إضافة لغة أجنبية ثالثة لتدريسها، وسيتم تقسيم كتاب الباقة متعددة التخصصات إلى مواد منفصلة هي Math, Science, Social Studies، وسيتم تدريسها باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى المواد الاختيارية الأخرى من الفنون والتربية المهنية. ويدرس المعلم لأول مرة في هذه المرحلة مقرر المشروعات والإبداع المهني، يطبق من خلاله ما تعلمه في المجالات المهنية ومفاهيم ريادة الأعمال.
وفي المدارس اليابانية سيتم تطبيق نفس هذا النظام، بالإضافة إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية التوكاتسو، وهو نموذج يهدف إلى التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية. وتشمل خطة الوزارة أيضا فرص تدريب لجميع المعلمين على أعلى المعايير الدولية لتنمية مهاراتهم التقنية والأكاديمية وتمكينهم على مواكبة التغيير. أما بالنسبة للطلبة الملتحقين في العام الدراسي الجديد 2018-2019 بالصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، فسيتم تطبيق النظام القديم، وهو نفس المنهج القديم مع إدخال طرق جديدة للتعلم من خلال محتوى رقمي تفاعلي على بنك المعرفة المصري مرتبطا بالمناهج الدراسية الحالية. المرحلة الثانوية، الصف الثاني والثالث الثانوي في العام الدراسي الجديد 2018-2019 لن تطبق عليه أي تغييرات في نظام التعليم الخاص بهم. أما الصف الأول الثانوي من العام الجديد فالمناهج المقررة عليهم لن يتم تغييرها، بل سيتم تطبيق النظام المعدل، وطريقة الشرح نفسها هي التي ستتغير. سيتم منح كل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي الكتب المقررة مطبوعة، بالإضافة إلى تابلت، والذي يوفر طرق تعليمية تفاعلية لتحسين الفهم وإلغاء الحفظ والتلقين وخلق طالب شغوف بالعلم وقادر على مواكبة التغيير وجاهز للتعليم الجامعي. أما نظام الامتحانات فسيتم تغييره، حيث ستكون الامتحانات عبر بنك الأسئلة، وسيتم إرساله للطلاب عبر التابلت الخاص بهم، وعقب الإجابة سيرسله الطالب مرة أخرى، وستدار جميع مراحل الامتحان دون تدخل بشري، حيث سيكون التصحيح أيضا إلكتروني، ويستطيع الطالب أن يدخل الامتحان عدد 12 مرة لإعطائه الفرصة أكثر من مرة لتحسين معدل درجاته من أجل فرص عادلة لكل الطلاب. مع العلم أن نظام التنسيق في الجامعات سيظل بنفس الطريقة دون تغيير، إن التعليم هو الذي يحدد مستقبل الأمم، والجيل الجديد من حقه علينا أن نمنحه الظروف الأفضل في التعليم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030. لا نريد منهم أن يحفظوا المناهج من أجل إلقائها مرة أخرى في ورقة الامتحان. لا نعتمد على الحفظ والتلقين، بل على الفهم والاستفادة في الحياة العملية. قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مبادرة صناع مصر وتقديم مشروعها الجديد لطلاب التعليم الفني في مصر شهادة التكنولوجيا التطبيقية. يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الفنية بمختلف أنواعها في مصر حوالي 2 مليون طالب، وهو ما يمثل ما يقرب من 53% من مجموع طلاب مرحلة الدراسة الثانوية في مصر. وتصنف أنواع التعليم الفني إلى تعليم فني تجاري وصناعي وزراعي وفندقي، ولذلك تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الفن الماهر المصري على الخريطة العالمية، بحيث يكون قادراً على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لتأهيله لمهن المستقبل والقرن 21. فهو برنامج مبتكر لتحويل نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري على أساس رؤية ونهج مستدام لتخريج طالب منتج ومنافس عالمياً وقائداً للاقتصاد المصري. تقدم مبادرة صناع مصر مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي ستعد رأس الحربة لتغيير منظومة التعليم الفني كلياً، ستعود بفائدة كبيرة على تنمية اقتصاد مصر، وتغير بشكل إيجابي من فكرة المجتمع نفسه عن التعليم الفني. وسيتم فتح وبدء الدراسة بتلك المدارس تدريجياً بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 لتمنح الطلاب الملتحقين بها العديد من المزايا أثناء الدراسة وبعدها. ترتكز مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تعاون ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورواد الصناعة في مصر وعدد من المؤسسات الدولية لترسيخ ضمان الجودة من خلال نوعيات شراكة جديدة مع القطاع الخاص ومعايير جديدة لاختيار الطلاب والمعلمين لخدمة احتياجات وأولويات الصناعات المحلية. وستنتشر مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدريجياً في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة، تجمع هذه المدارس بين التعلم في المدرسة والتدريب في المصنع لبناء شخصية متوازنة ماهرة. وتحتوي كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عناصر تسمح لها بتنمية مواردها وخلق نظام حوافز لكل الأطراف. كل مدرسة مقسمة إلى ثلاث منشآت، الأولى خاصة بالدراسة الصفية النظرية، والثانية ورش التدريب العملي، والثالثة هي مركز تدريب لإعادة تأهيل وبناء قدرات الشباب ورفع مهارات الخريجين والمجتمع المحيط لتمكينهم للعمل وحل مشكلات البطالة.
تضع المنظومة حجر الأساس لتطوير التعليم الفني المصري على مدار هذا العام، وستتحول تدريجيا مدارس مصر لتتميز بمنظومة ذات جودة عالمية، نظام قبول وتقييم للطلاب مختلف، معلم متدرب ومعتمد، مناهج تعليمية عالمية. تقدم التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية ذات جودة عالمية، تعمل على تخريج طالب منتج واثق من مهاراته ومنافس عالميا قادرا على قيادة المنظومة الصناعية في مصر في المستقبل. والنظم الجديدة في التعليم هي نتاج بحث في أفضل طرق التعليم في العالم. نعمل على تطوير التعليم من أجل مستقبل أفضل لمصر. سيادة الرئيس، لقد خضت الدولة خطوات كبيرة في طريق بناء الحجر، لكنها إن لم تمضي وبنفس الوتيرة في طريق بناء البشر فإن ذلك لن يجدي نفعا ولا طائل ولا جدوى منه. وحسنا فعلتم سيادة الرئيس حينما اتخذتم على أنفسكم عهدا في بداية فترة رئاستكم الثانية بإعلانكم أن الفترة القادمة ستكون فترة بناء الإنسان بالاهتمام بقضايا الصحة والتعليم والثقافة، وبإذن من الله وبمشيئته الفوقية العليا سيوفقنا الله فيما نحن مقدمون عليه. شكرا سيادة الرئيس، شكرا لحضراتكم جميعا. نستأذن سيادتك في راحة بعدها إزاحة الستار عن مستشفى المنوفية العسكري وبدء الجولة التفقدية. حب مصر بيدي دفع قدرة تفتح ألف طاقة. مصر مش أرض احتوتنا ولا جنسية في بطاقة، لا دي معانا جميل لمسنا كله حسه كتير وشاف معنا كل ما شمس تطلع احنا بنعيش اكتشاف. النجم الساطع 2018 بمشاركة 9 دول و16 دولة بصفة مراقب.
النجم الساطع 2018. ويا مساء الفل عليكم، ويوم جديد وحلقه جديده ومع ماسي على طول احلى. يمكن ما فيش حد فينا ما بيتعرضش لمشاكل في بشرته، ولو المشكله مش في بشرته، اي مشكله صحيه جسمانيه نفسيه بتاثر بشكل كبير جدا على بشرتنا وعلى شكلنا. خلونا النهارده نعرف ازاي نتجنب مشاكل البشره المختلفه، وازاي لو عندنا مشكله مبينه شكلنا كبير شويه وفي شويه تجاعيد وهالات وحاجات غامقه في وشنا نقدر نعالجها، مع ماسي دوروجولد ومع ضيفتي القمر اللي دايما بتنورني دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لمجموعه شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتور؟ حبيبتي ايه الاخبار؟ الحمد لله. المشاكل النفسيه والجسمانيه وضغط الشغل والحياه والحمل وحاجات كتير جدا بتاثر على الوش، صح؟ ماسي دوروجولد يقدر يعالج الحاجات دي ولا طبعا. ولا ايه؟ بصي، في ناس كتير قوي بتسال، هو بجد ماسي دوروجولد ممكن يصغر في السن شكليا 10 سنين؟ طبعا ماسي دوروجولد يقدر، الكريم اللي يقدر يصغر او بيخلينا نبدو اصغر في السن 10 سنين. هو الناس كتير مش فاهمه يعني ايه انا شكلي يصغر 10 سنين. لو انت مثلا بتتصوري دلوقتي صوره وبعد 10 سنين تصورتي صوره، هتلاقي في حاجات اتغيرت كتير. طبعا عوامل الزمن بتبان، والستريس زي ما انت قلتي، وحاجات كتير من تجاعيد، هالات سودا، كل الحاجات دي اللي بتبين لا احنا كبرنا. فماسي دوروجولد اتعمل عليه 6 سنين ابحاث عشان يعني نحارب على مدى التقدم في السن. اوكي. فمع ماسي دوروجولد تقدري تبدي اصغر سنيا او شكليا 10 سنين، انه هيقدر يعالج تجاعيد، يعالج هالات سودا، يعالج بقع موجوده في البشره من مثل اثار حب شباب او اي بقع ناتجه عن الشمس، يقدر يشد البشره، بس الشده الطبيعيه. مهمه قوي، مش حاجه مبالغ فيها يعني. لا، شدة طبيعية جدا، بيديكي نضارة حلوة، بيديكي رطوبة عالية قوي. أوكي. لان ماسي دوروجولد فيه كذا مكون بيشتغل على ترطيب البشرة. انت وانس ان بشرتك اترطبت وفيها اكوا وفيها مية، بتبقى البشرة مش الاستيسيتي عالية، فيها مرونة، مرونة. بالظبط. فانت لما بتبقى البشرة مرنة ما تشققش، ما تعملش تجاعيد وكده. لكن لو البشرة ناشفة يبقى عرضه للتجاعيد. دايما البشره الجافه بنسمع دايما ان هي بيظهر لها تجاعيد بسرعه، طبعا خصوصا في فصل الشتاء مثلا. طبعا ماسي دوروجولد الكولاجين بيعمل على ترطيب البشره. الكافيار اللي موجود في ماسي دوروجولد، العلماء اكتشفوا انه 70% من الكافيار ميه. ماده الفيلر اللي هي الهيلورونيك اسيد، دي ماده عامله زي السفنجه، بتشفط الميه وبتخزنها وبترجع توزع الميه على حسب احتياج البشره. ففي كذا مكون بيساعد على ترطيب البشره. عشان كده انت قلتي فعلا البشره الجافه معرضه من سن صغير جدا يطلع لها تجاعيد. البشره الدهنيه اكتر بشره بتقاوم التجاعيد، لان هي كلها بتبقى سيبم ودهون وميه، بتبقى اويلي. فطبعا ماسي دوروجولد مناسب كمان للبشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره العاديه والحساسه كمان. بس ما فيش بشره يعني، ما فيش انواع من انواع البشره المختلفه ما بتعانيش من مشاكل طبعًا. يعني الدهنيه حتى بيطلع لها الحبوب، لو اتعالجت الحبوب بيبقى في بقع بعد، صح؟ الحبوب، صح. فكل بشره وليها العيوب بتاعتها وليها المميزات بتاعتها طبعا. طيب قولي لي بقى، بدايه من سن قد ايه ممكن نستخدم ماسي دوروجولد؟ بنبتدي نستخدم ماسي دوروجولد من سن 18 سنه لغايه اي عمر بقى، ما عنديش اي مشكله. لكن ببتدي من 18 سنه، لان بحب البنت او الولد الشاب يعتنوا ببشرتهم حتى لو ما فيش مشكله، يبتدوا يستخدموا ماسي دوروجولد عشان يعززوا نسبه الكولاجين، يعززوا نسبه الهيلورونيك اسيد. والذهب بيعمل نتيجه تحفه على البشره. الكافيار فيه مضادات اكسده. الانتي ايج يعني بيحارب شيخوخه الجلد بسبب ان هو فيه انتي اوكسيدنت. فبنبتدي نستخدم ماسي دوروجولد من سن 18 سنه، مش قبل كده، ما بحبش قبل كده. يعني واحدة كلمتني عايزة لبنتها عندها 11 سنة، قلت لها 11 سنة تعمل بيه ايه؟ 11 سنة لا، احنا بدري قوي يا جماعة، مستعجلين قوي يا جماعة، مامتها تجيبه لنفسها. بالظبط. لكن ابتداء من 18 سنة بنصح باستخدامه. ليه دور كبير في النضارة طبعا. يعني يمكن انا بشوف ناس كتير قوي بيحطوا ماسي دوروجولد وماسكارا مثلا وروج وروج بس، بيعمل، صح، شكل يعني بيفرق جدا جدا في لانه الشكل. بينشط الدوره الدمويه قوي. انت يوميا بتنشطي الدوره الدمويه بتاع بشرتك، الدهب بيعمل تنشيط للدوره الدمويه، فعلى طول بتشوفي النضاره اون ذا سبوت.
بتشوفي وش كله وردي محمر كده حمر الحلو ده. مورد. أيوة. فطبعا ده تأثير ماسي، لأن أنت يوميا لمدة 6 شهور بتنشطي الدورة الدموية وبتحفزي على إنتاج كولاجين من خلايا الجلد السفلية. يعني أنت بعد فترة الكولاجين بيقل، فطبعا الدهب بيحفز على إنتاج الكولاجين من أول وجديد، والكافيار بيحفز على إنتاج الكولاجين من أول وجديد. بلس أن ماسي دروجولد غني جدا بجزيئات الكولاجين، والكولاجين مطحون لأن هو لارج موليكل. طبعا كل المكونات بلس الكولاجين نانو مصنوعة بالنانو تكنولوجي، أن هي بتبقى جزيئات وحبوبات صغيرة جدا تقدر تخترق السكين بارير والبشرة تمتصه امتصاص عالي قوي. الكولاجين معمول بحجم صغير عشان البشرة ان هي تقدر انها تمتصه. طبعا طبعا. انا بلاحظ ان هو مع كل مرة استخدام، يعني انا شخصيا ويمكن كذا حد علق على الموضوع ده، البشرة بتمتصه بنسبة كبيرة جدا، ما بتسيبش اي طبقة اويلي او مزيتة شوية على الوش. دي حاجة مهمة قوي. مين فينا بيحب يحس ان وشه مزيت؟ يعني مش بس البشرة الدهنية. اي نوع بشرة ما احبش انا احط كريم ويفضل ما بيمتصش، وعايزة اخرج، عايزة اجي، عايزة اعيش حياتي. فماسي دروجولد من بعد دقيقة من الاستخدام بيمتص وما بتحسيش انك انت حاطه كريم على وشك. دي ميزه حلوه قوي ان هو سريع الامتصاص لانه متصنع باقوى تقنيه اللي هي تقنيه النانو تكنولوجي. ناس كتير بتسال هل انا هحتاج اكرره تاني؟ يعني انا لو جبت علبه دلوقتي وعالجت لي مشاكل في وشي ومفيش اي مشكله، هل احتاج اكرره تاني عشان احافظ؟ انا بنصح ان احنا نكرره عشان نحافظ على النتيجه، بس طبعا لو مش عايزه تكرريه هو كورس كامل وبيحتوي على مضادات اكسده، فبيقعد بشرتك فتره طويله جدا محتفظ بنتيجة ماسي دروجولد، وانت لازم بقى عليكي بعد ما بتخلصي الكورس تحافظي. يعني ما نسيبش نفسنا بقى كل يوم ننزل للشمس من غير وقي شمس. ننام كويس، نشرب مية كويس، لكن طبعا انا عندي عملاء كتير بتكرر العلبة. يعني ممكن ستات عندها اولويات كتير في حياتها، ممكن ست مثلا بتحب قوي الشنطة براند معين، لبس براند معين، ممكن واحدة تحب اللبس أكتر من الجوليريز، ممكن واحدة تحب الشنط أكتر من الجزم، لكن ما فيش ست كله متجمع أن ما فيش ست مش عايزة تبقى حلوة. ده على جميع الفئات والطبقات وكل الناس. يعني لأن انت عارفة في ناس كتير جدا بتقول هو ماسي دروجولد انتوا عاملينه لفئة معينة أو لطبقة معينة، فده كل الناس تقدر ان هي تستخدم. وانا ملاحظه على فكره ان ستات بيوت وستات بتشتغل وناس كتير جدا بيستخدموا، ومحجبات ومنقبات، عندي عملاء كتير منقبات بتهتم بنفسها جدا. عايزه اقول لك المحجبات دلوقتي كمان السيدات المحجبات والبنات المحجبات بيهتموا بنفسهم قوي، وبنصح على طول باهتمام البشره، لان اوريدي هو مبروزين وشهم قوي. الحجاب بيبروز الوش، فهي حلاوتها كلها وجمالها الصافي بيبقى باين في الوش، بيبقى باين في الوش، اي مشكله بتبين. مهم قوي ان احنا نعالج الكواليتي بتاعه الجلد، الجلد نفسه يبقى بصحه. ما فيش احلى انك انت تغسلي وشك وتنزلي مش محتاجه ميك اب. اكيد طبعا، يعني ده بيبقى اريح لك. ولما انت بتبقي حاطه ميك اب بيبقى باين انك انت حاطه ميك اب. الميك اب طبعا بيحلي، بس انت حاطه، فتخيلي انت ايه ده، انت زي القمر وباين انك انت غاسله وشك، بيدي ثقه رهيبه. انت وانس انك انت بقى عندك ثقه بنفسك وحاسه انك انت شكلك مقبول وراضيه عنه، بتنتجي بقى في شغلك، في بيتك، مع زوجك، مع اهلك. فمهم قوي الثقه بالنفس رقم واحد. قلتي لي ان انتوا بتوصلوا لجميع المحافظات. طبعا. اكتر محافظه بقى بتطلب ماسي دول؟ لا، انت كده هتظلمي محافظه عن محافظه. انت يعني انت هتظلميني، هتظلمي المحافظات، لان فعلا الخريطه اتحفظت. الخريطه طبعا عندي اسكندرانيات مش قادره اقول لك بقى مدلعين وبيحبوا قوي يجملوا نفسهم. ومش بس اسكندريه، عندك الفيوم، طنطا، سوهاج، المنيا، صعيد كمان، صعيد كلها، الغردقه وشرم الشيخ، لغايه مرسى مطروح كمان. ايوه انتوا بعيده قوي. احنا يمكن وقت الصيف احنا لسه مخلصين، مش قادره اقول لك الاوردرات، انا بتعمل اوردرات بنفسي. Thank you.
تمام يا فندم. لواء أركان حرب مقاتل إيهاب محمد الطار، مدير إدارة الأشغال العسكرية. أستأذن سيادتكم بعرض المشروع في إطار استكمال خطة التأمين الطبي للقوات المسلحة وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة. تم تكليف فندم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء مستشفى المنوفية العسكري طاقة 200 سرير. المستشفى فندم تم إنشاءها على مساحة 4.2 فدان، تقريبا 17700 متر مسطح. النسبة البنائية فندم للمستشفى 53%. أثناء فندم التصميم وتنفيذ المستشفى احنا انتهينا من التصميم والإنشاء في خلال 18 شهر. سيادتك المستشفى فندم مكونة من مبنى رئيسي ومجموعة مباني خدمية بإجمالي مساحة 29000 متر مسطح فندم. المبنى الرئيسي بيتكون من بدروم ودور أرضي وثلاث أدوار متكررة. الدور الأرضي يا فندم واللي سيادتك مشرفنا فيه هنا له ثلاث مداخل، أربع مداخل رئيسية. المدخل اللي سيادتك مشرفنا فيه مدخل لجناح الطوارئ، مدخل لجناح العلاج الطبيعي والغسيل الكلوي، مدخل للعيادات الخارجية. الدور الأرضي يا فندم من ضمن مشتملات وجناح للإدارة في مكتب المدير ومجموعة مكاتب إدارية، بالإضافة لقاعة مؤتمرات 60 فرد، بالإضافة فندم إلى قسم الأشعة والمعام. الدور الأول مساحته 5500 متر، موجود فيها فندم قاعة اجتماعات ومكتبة، بالإضافة إلى غرف الإقامة للمستشفى. المستشفى فندم فيها 64 غرفة إقامة وثلاث أجنحة، منهم يا فندم في الدور الأول 44 غرفة إقامة، 2 جناح إقامة متميز. باقي أجنحة الإقامة فندم والغرف موجودة فندم في الدور الثاني 20 غرفة إقامة وجناح واحد. بالإضافة لكده فندم في قسم للأطفال المبتسرين، قسم للولادة والنساء، قسم للمناظير، قسم للرعاية الطبية. الدور الثالث فندم بالكامل مخصص لأجنحة القلب والعمليات. الدور البدروم وده فندم احنا استغلناه لتنفيذ الأنشطة الإدارية والفنية للمستشفى. موجود فيها فندم غرفة التعقيم المركزي، موجود فيه مطعم ومعمل للأغذية، موجود فيها فندم غرفة التحكم وغرفة الطرمبات الرئيسية، مجموعة من المخازن الإدارية والفنية، بالإضافة لباقي مساحة البدروم بتسع 150 سيارة لخدمة المستشفى. بالإضافة لذلك فندم المبنى الرئيسي بتاع المستشفى مجهزينه بخمس مصاعد بالإضافة لمصعد للخدمة. المبنى برضه فندم مجهزينه بمحطة تكييف مركزي طاقة 1200 طن تبريد. باقي المنشآت الإدارية فندم مبنى إقامة الجنود وده بيسع 160 فرد بالميز بالمطبخ بالكافتيريا بتاعتهم، في سكن الأطباء والتمريض، في سيادتك مسجد، في ثلاجة، في سيادتك مبنى للقوة. مبنى القوة بيحتوي على الغليات اللي بتقدم المية السخنة للمستشفى وباقي مشتملاتها. هنا فندم غرفة الكهرباء، ودي سيادتك احنا بنأمن المستشفى بعدد 3 مصدر، 2 مصدر تيار مدينة بالإضافة لمولد طاقة قدرة 1 ميجا. نفذنا فندم جميع الشبكات اللي مطلوبة للمستشفى بعد التنسيق مع جميع الإدارات التخصصية في القوات المسلحة ونفذناها معاهم بواسطتهم. بنأمن فندم المستشفى بإنشاء سور بطول 540 متر بيحتوي على 4 بوابات، بوابة رئيسية وثلاثة فرعية. ارتفاع السور ده فندم 3 متر. وكملنا باقي سيادتك التنسيق الموقع من اسفلت طرق اسفلتية وارصفة ومسطحات خضر. اي امر فندم؟ مش كده يا هادي؟
عشان حاطه بينك طلب تمام مع وزارة الصحة. تمام. انت عارف ال مش عايز اقول عليها الاسم بشرحها اسمها ايه؟ ثلاجة مثلا. ثلاجة ثلاجة حفظ الموضوع. حفظ الرئيسية. بتاعت سنة. زلمهم عارفها. زي حاجة تانية. تمام. تمام. على وزارة الصحة. حاضر. خلال سنة؟ ان شاء الله انا ما اعرفش يا حاج بقى سيادتك انا عين بكره والنسا وباذن الله نعرف سيادتك ان شاء الله باذن الله. لا هي ممكن تكون هذا غير المكان هنشوف. احنا عندنا دراسه على كنا دارسين يا فندم ثلاجه في مدينه بدر وكان الفصل لها ارض والموضوع عشان الاعتمادات الماليه مع كنا مجهزينها مع وزاره الصحه من حوالي سنتين. يعني هتبقى واحده هنا واحده هنا ولا؟ طب اردوا علي. اردوا علي. ماشي يا كم؟ ماشي يا كم؟ حاضر. تمام يا فندم. اللواء طبيب مجد امين مبارك مدير اداره الخدمات الطبيه. استاذن سيادتك يا فندم. في اطار حرص سيادتكم لتوفير رعايه طبيه مميزه وكريمه للمواطن المصري، قررت القياده العام للقوات المسلحه انشاء مستشفى المنوفيه العسكري بطاقه 200 سرير، منهم يا فندم 70 سرير نوعي. استاذن سيادتك في العرض على الماكيت. سيادتك مشرفني في الدور الارضي هنا يا فندم. الدور الارضي الخدمات الطبيه اللي موجوده فيها عباره عن عياده خارجيه عامه وخاصه باجمالي عدد 19 عياده، ثم قسم الغسيل الكلوي باجمالي 20 ماكينه غسيل كلوي تخدمها وحده معالجه ميه، ثم قسم العلاج الطبيعي مجهز بجميع الاجهزه الطبيه اللازمه لاجراء مخطط العلاج الطبيعي للبدني والعصبي والجسدي، ثم المعمل يا فندم واللي يقدر يتعامل مع اكثر من 1000 عينه يوميا. قسم الاشعه يعتبر اضافه قويه جدا لخدمه الاشعه التشخيصيه في المحافظه لانه بيحتوي على رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، اشعه مقطعيه 120 مقطع بالاضافه الى الموجات الصوتيه والاشعه العاديه الرقميه. اللي بيميز الرنين المغناطيسي 1.5 تسلا يا فندم انه هو شبه مفتوح بحيث بيجمع ما بين الصفه الجيده للرنين المغناطيسي المقفول في التشخيص الدقيق، وكذلك عدم شعور المريض بالامان والراحه النفسيه في الرنين المغناطيسي المفتوح. الاشعه المقطعيه متعدده ال 190 ميزتها انها بتصور لنا بالصبغه جميع الاشعات المقطعيه على جميع اجزاء الجسم وخاصه اشعه على القلب، وبتقلل نسبه العيانين اللي ممكن يحتاجوا الى اشعه قسطره على القلب تشخيصيه. بيخدم كمان في الدور الارضي يا فندم هنا قسم الطوارئ والاستقبال، ومجهز بغرفه جراحه لحالات الطوارئ وقسم تحت الملاحظه ب 16 سرير. الدور الاول يا فندم بالكامل عباره عن اقامه داخليه للمرضى. الدور الثاني اهم ما يميزه يا فندم جناح عمليات عباره عن 3 حجرات عمليات خاصه بالنساء والولاده وجراحه الاطفال، وقسم الاطفال المبتسرين مزود ب 18 حضانه، وقسم المناظير الهضمي ورعايه البطنه، وباقي الدور يا فندم عباره عن اقامه دايمه. الدور الثالث يا فندم اهم ما يميزه هو جناح العمليات الرئيسيه عباره عن 3 حجرات عمليات بنظام الكبسوله. نظام الكبسوله ده يا فندم بيوفر اعلى معدلات الجوده والامان للطاقم العمليات والمريض، وكذلك التحكم في العدوى. كذلك جناح القلب يا فندم عباره عن قسطره للقلب تشخيصيه وعلاجيه لامراض القلب وامراض قصور الدوره الدمويه للطرفين. واخيرا يا فندم رعايه القلب ورعايه الجراحه. اجمالي عدد حجرات العمليات يا فندم 7 عمليات منهم 4 بنظام الكبسوله، وكذلك اجمالي عدد رعايه 30 سرير رعايه مركزه. تحت امرك يا فندم. اتفضل.